عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أبو عامر؟ حياكم الله. الله يحييك، أبو عامر يا جماعة من أقدم أقدم الباعة الموجودين في سوق التلات، فحبيت بقى إن أنا أتكلم معاه شوية كده وإيه ونعرف منه معلومات عن السوق سابقا والسوق دلوقتي. قول لنا بقى يا أبو عامر، إيه اللي اتغير في السوق أيام زمان ودلوقتي؟ من ناحية الله يحييك. ويا مرحبا، أول عرفوا على نفسي أنا فرح بن أحمد الشديدي نائب رئيس جمعية النحالين والنعم بمحافظة رجالي ألمة ما شاء الله ورئيس لجنة الخبراء للعسل في مهرجان العسل بمحافظة رجالي ألمة بسم الله ما شاء الله وعضو في محاربة العسل المغصوص في منطقة عسير بسم الله ما شاء الله وحياكم الله. الله يحييك. شرفتونا في هذا الساعة المباركة من يوم الثلاثاء لنعرف سوق الثلاثاء سوق عسير تمام. القديم الذي عمره الآن حسب الكتيب حقه والبراشورات حقه 250 سنة يزيد لا ينقص ما شاء الله. وهذا السوق هو سوق شعبي سوق منطقة عسير ما شاء الله. وهو السوق الذي متعارف عليه قديما وحديثا كان أول يحضره يوم الثلاثاء الأغنام والأبقار والإبل وجميع الحبوب والعسل والآن أصبح سوق مستقر على مدى 24 ساعة موجود ويوم الثلاثاء يكون سوق شعبي عام لجميع منتجات منطقة عسير ونتشرف يكون يوجد في سوق الثلاثاء خيرات منطقة عسير والتي استنبط من هذا الموقع مهرجان خيرات عسير المقام عام 20 ميلادي والآن سوف يقام إن شاء الله يوم الخميس المقبل تحت إشراف سمو سيدي أمير منطقة عسير مهرجان صيف خيرات عسير لعام 22 بيكون موجود في نفس السوق؟ لا في شمال منطقة أبها المسمى سماء أبها جنب محل الطائرة على خط الطائر ما شاء الله. وأنا مشارك فيه حسب توجيه سمو سيدي واختيار هيئة تطوير منطقة عسير إن أكون المشرف على الأعسال التي تدخل المهرجان هذا يعتبر شرف لي والحمد لله. هذا السوق يوجد فيه أكفاء في العسل وهما قلة مثل أبو عامر الغامدي مثل عبد الله أحمد الصهدي هذولا هم يعتبرون هم الذي واعتمد عليهم بعد الله في مساعدتي لمحاربة العسل المغشوش في هذا السوق وحياكم الله ونتشرف بزيارتكم ونريد زيارات متكررة لهذا السوق لإخراجه بالصورة الصحيحة التي تليق بسوق عسير القديم. الله يسعدك يا رب ويديك الصحة والعافية. طيب بما انك بقى بسم الله ما شاء الله يعتبر شيخ العسلين ننتهز الفرصة بقى ونسألك ازاي نعرف العسل المغشوش من العسل الكويس لان ده سؤال لناس كتير جدا. العسل هذا السؤال هذا إيه؟ كم يمر علينا فأقول العسل المغشوش ما يكتشفوه وخاصة العسل الصيني إلا الخبراء تمام الخبراء المختبر ما المختبرات ما نقول فيها أي شيء وهي من التطوير ومن تطوير إلى تطوير أفضل ولكن الصين استطاعت إنها تخترق أجهزة الأرجنتين تمام وهي قد منعت لا يدخلها العسل الصيني فاخترقتها فالآن الآن في هذا الوطن الغالي وطننا المملكة العربية السعودية يحاولون تطوير أجهزة إنها تكتشف الأعسال المستوردة التي ما هي أعسال نحل ولكن الآن حتى هذا الوقت هم الخبراء الذين يكتشفون الأعسال المصنعة والتي تدخل إلى هذا الوطن تمام الله يرضى عليك. يعني ما فيش طريقة تقليدية كده نعرف بها يعني مثلا حاجة نعملها في البيت تبين سمعت مرة يقول لك حطه في الفليزر أو حط على الرمل لو الرمل تلم يبقى هذا كلها أشياء
تقال وهي غير صح مجزية صادق، لا من الرمل ولا من يقول تبريد فيه نار ولا الثلاجة. صادق. العسل الطبيعي 100% يتبلور سواء أنه في الثلاجة أو خارج الثلاجة، لكن العسل الصناعي لن يتبلور أبدا. فهذا أبغى المشاهد يعرف ذلك. وأنا من هذا المكان ومن المنطلق أنا أهيب أي مستهلك أنه لا يشتري من الأعسال إلا من محل موثوق ويكون بفاتورة. صادق. إيه. وأقل شيء يعطيه كرت يعرف بالمحل، لو حصل عنده لا سمح الله حاجة يعرف يرجع للمحل ولا ينكره أنه ما شرى من عنده. تمام، الله يرضى عليك. وأنا طيب. من هذا المكان كل اللي من أبناء هذا الوطن أو من دول الخليج أو من خارج هذا الوطن من الدول العربية نتشرف بهم في منطقة عسير. منطقة أبها مصايف عسير هي عاصمة السياحة لعام 2013 كانت عاصمة السياحة ولا تزال إلى الآن، ونحن نصب إلى أن تكون السياحة في منطقة عسير في تقدم وفي تقدم إلى أن نبلغ الهدف المنشود والذي يصب إليه ولي العهد محمد بن سلمان وفقه الله وأمد في عمره، وأسأل الله يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي لا يذخر جهد لتطوير هذا الوطن وخدمة أبناء هذا الوطن، فله منا جزيل الشكر. ومن هذا المكان نبايعه على السمع والطاعة ما دمنا أحياء، وهي بيعة في رقابنا ورقاب أبنائنا وأبائنا من قدامنا، فنحن على ذلك حتى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله يسعدك يا أبو عامر ويديك الصحة والعافية. محلكم كم سنة؟ كم له كم سنة؟ قديم ما شاء الله. محلي اسمه محل الشديد يا جماعة. الشديد. أنا عندي ثلاثة محلات. ما شاء الله، الله يزيد. محلين في رجالي ألمع. ما شاء الله. ومنها متعهد بأدوات النحل ومعدات النحل وآلات الأعسال. فهو في رجال ألمع. وبرضه محل عسل في رجال ألمع. ولها ممكن فوق 40 سنة. ما شاء الله. دايم يا أبو عامر نسمع إن رجال ألمع أفضل عسل موجود فيه. ممكن عشان الطبيعة اللي هناك أو الزرع أو كده. صح. بالنسبة لرجال ألمع، فحتى إن في المسابقات يتميز عسل رجال ألمع بالإنزيمات العلاجية ما شاء الله. أكثر من غيره. صح. وإذا دل على شيء فإنها الأرض. صادق. الخصبة الزرع تراب الأرض وصلب الجبال، والأرض فيها تختلف عن المناطق الأخرى، وكل وطننا عزيزا علينا، وكل منتجات وطننا كلها غالية علينا، وكلها ولله الحمد تصل إلى اللي نصبه إليه. تم المسابقة في ألمانيا، في كوريا، في تركيا، في جميع بلاد العالم، في المغرب العربي، والحمد لله لنا الشرف أن يكون الفائزين في تلك المسابقات من حالين المملكة العربية السعودية. الله يزيدك يا ربي. من هذا المكان أتوجه بالشكر الجزيل لسمو سيدي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز الذي لم يذخر جهدا على أن تكون منطقة عسير في مقدمة مناطق هذا الوطن الغالي، وأنحن نشد من عرضه والذي يامرنا به، فنحن مستعدون والله يحفظه لنا في هذا الوطن الغالي. اللهم أمين. الله يسعدك يا رب ويديك الصحة والعافية. محل أبو عامر يا جماعة موجود في سوق الثلاث، رقم محلكم كم؟ رقم 20. رقم 20. بصوا كل دي بسم الله ما شاء الله شهادات تقدير. شهادات تقدير. معنا أبو ناصر برضو. السلام عليكم أبو ناصر. أبو ناصر يا جماعة من أكتر الناس مرتدين سوق الثلاث، يعني من الناس المحترمة جدا والناس المعروفة في سوق الثلاث. الله يعزك يا أبو ناصر. الله يرضى عليك. الله يجزاك الخير. الله يسعدك. طال عمرك فأنا ما عاد عندي كلام غير اللي قال كلام أبو عامر. كلام أبو عامر. الله يسعدك. الله يسعدك. تشكرين على ما
عمرتي. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. الله يرضى عليك. بسم الله ما شاء الله. صبري هنا. أبو عامر برضو يورينا العسل اللي عنده. بسم الله ما شاء الله. هذا درع. بسم الله ما شاء الله. حصلت عليه من وزير الزراعة. شرك. قبل عيد الأضحى هذا. الله يزيدك يا رب. تستاهل. والله إنك كفو. تستاهل. الله يسعدك. هذا حصلنا على وزير الزراعة. بصوا يا جماعة مبدئيا كده يعني سبحان الله ولا إله إلا الله. الإنسان لما بروح يشتري من عند حد ويلاقي شخصيات طيبة وجميلة كده زي أبو عامر تلقائيا هيثق فيه. مش محتاج بقى الراجل ده مش ممكن يغش حد. المحل بتاعه بسم الله ما شاء الله عندك خدمة توصيل أكيد. نعم. خدمة توصيل لجميع أنحاء المملكة. جميع أنحاء المملكة ودول الخليج. رقم كده يا أبو عامر رقم الليل. هات الكارت بتاعكم. أنا هحط لكم الكارت يا جماعة في أول تعليق مثبت تحت الفيديو ده للناس اللي حابة تتعامل معاه. بيوصل لجميع أنحاء المملكة وبرضه لدول الخليج. إنسان موثوق بسم الله ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده. بس وكل دي خلنا بقى نروح جوه عشان اوريكم شهادات التقدير اللي ابو عامر واخدها. بسم الله بسم الله ما شاء الله. كل دي شهادات تقدير. خلينا اقربها بس. بسم الله بسم الله ما شاء الله. مناحل الشديدي اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. المحل بتاعه رقم 20 موجود في سوق الثلاث. للناس اللي بتروح سوق الثلاث واللي ما بيروحش هو عنده خدمة توصيل. بسم الله ما شاء الله. ربنا يديك الصحة والعافية. وشكرا لأبو ناصر. شكرا. أسعدنا بكلامه. من الناس المحترمة جدا من مرتدين سوق الثلاث. وده كان الفيديو بتاعنا يا جماعة. أتمنى إن هو يعجبكم. فيديو جميل جدا نعتبره من الأصالة ومن العبق ومن الماضي. بسم الله ما شاء الله. انبسطنا جدا معاك يا ابو عامر. ربنا يسعدك ويديك الصحه والعافيه. حياكم الله. ولا نبغى تكون اول زياره باخذها ولا اخر زياره. لا ان شاء الله زيارات. الله يسعدك. لإظهار سوق عسير. سوق جميل والله. طبيعته صحيحه وعلى مسماه اسم على مسمى. بسم الله ما شاء الله. الله يسعدك. حفظك الله. الله يحييك يا ابو ناصر.